السلام عليكم حبيباتي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير يا ربي. يوم رجعت وياكم قصة ثانية وطريقة تطعيم ثانية. طبعا الحفرة على شكل مسبع، زين. قلت لكم انا وعدتكم بالفيديو القبلي، قلت لكم راح تجي القصة الثانية مسبع. احنا سوينا قصة العدل على الحفرة، يعني من ناحية الكتف وجوه. هالمرة راح تكون القصة على شكل مسبع. هسه اول ما نبدي شو نسوي حتى نسهل علينا طريقة الفصال؟ نجي ناخذ الحفرة مالتنا اللي هي 4 اصابع، العرض يعني 7 سنتيم والنزال 17. اوكي، نزلنا على هالصورة هاي. هسه ايش راح نجي؟ راح اجي اخذ قد 4 اصابع، زين، او انزل بيها هم مسبع. هيك بنات انزل بيها مسبع. ايش قد نزلت؟ نزلت شبر او تقريبا شبر و6 اصابع، يعني 20 سنتيم تقريبا، 25 سنتيم او 27 سنتيم انا نزلت، زين. هاي القصة انا راح تفيدني كباترون. القطعة احنا شقد اخذناها 4 اصابع، راح اجي اخذ مسطرة بس قد 6 اصابع، زين حبيباتي، على مود تكون مضبوطة 100% وما تأذينا عفوا ما عرفت شلون اوصل لكم، يعني هذول قاعدين يمي فلي هذا مسوين عليه ضجة. اخذها اكبر من هذا القياس باصبعتين، زين، بس اخذها على شكل مصادر. راح استخدم اللون الاسود بالتطعيم، طبعا هو سيد الالوان اللون الاسود، كلش حلو راح يقعد عليه، لان اللون مالته محير وقماشته هوسه، فما اقدر اشتغل اي شغل. شفتوا ذاك القماش السابق اللي سويته؟ كان شويه همينه بهوايه الوان، فالاسود برز عليه شويه، سواه كلش حلو شوي، هو اصلا صار كلش حلو. شنو شوية صار حلو؟ المهم خلي هسه نروح احضر، مثل ما قلت لكم راح احضر مسطرة، هيك مسطرة طويلة من اللون الاسود. هاي قد 4 اصابع، راح اجي احضر قد 6 اصابع. اوكي، لان من هنا راح تروح بالبطانة اصبع، ومن هنا راح تروح بالخياط اصبع، فاخذه على قد 5 اصابع 6 اصابع حتى يجي عندي تمام. حبيباتي، اول ما حضرت ليش حضرت؟ حضرت المسطرة مثل ما قاعد تشوفون، بس انا سويت ان هي احضرها طبقتين. طبعا القماش اللي عندي ما يكفي انه اسوي بطبقتين الاسود، فحضرت الطبقة الداخلية من القماش نفسه، زين. حضرت العفو مسطرة اغلف بيها الجوانب منا ومنا مثل ما شفتوا انتو بالفيديو. خلي هسه ابدي اغلف. هيج هذا الوجه ما في القماش. اذا رايد ان تثبتي بلاصقه بالوجهين وبعدين تشتغلين عادي، بس انا راح اشتغله بالخياط. اجي للصفحة الثانية. نكمل هذا همينة حتى اشوفكم شلون راح نغلف. طبعا خلاص عندي الملكوت، راح اجي ابدله. انا محضرة احتياط، دائما احضر الاحتياط عندي. خلي الخيط عليه هالصورة هاي.
انا درت بها الصفحة هاي لان حسيت هناك شوية كنا مثل الظلمة. بعدين انتبهت عليه وشفت هيجي تصوير. شوفوا ثبتت هني. بعدها ايش راح اجي؟ راح يكون هنا انا عندي شغل، راح اجي هاي المسطرة. شلون البطانة نفس الشي بالضبط. منين راح ابلش بيها؟ راح ابلش بيها من جوا. زين راح اقلبها على وجهي هالصورة هاي. بعدها راح اجي اقلبها. شوفوا اغطي هاي اللي مسويتها وارجع هيك بهالصورة. زين ارجع اغطي وبهالصورة. طبعا هذا الشريط لا تستهانون به، هذا الشريط اللي من نفس القماش ترى هو اكثر شيء ينطي جماليه للقطعه التطعيم، وبنفس الوقت موالم القماش يعني هو من عنده. راح اسوي الثانيه وارجع وياكم بنات. حبيباتي مثل ما قاعد تشوفون طبعا سويتها، شوفوها من جوا سويتها، بطنتها وكويتها والزايد قصيتها. زين سويتها يعني من كل الجوانب. هسه راح ابدي اربط من هذا الجانب. زين حبيباتي وهنا أنا وصلنا لمرحلة الربط. طبعا باو بنات راح اسوي بالاول، راح ابطنها القطعة مالتي الأمامية راح أبطنها. زين شوي انتبهوا علي يا بنات. راح اجي اقصقصها داير مدايرها. هيجي حتى اقلبها. هيك بنات اكمل لحد النهاية. والنوب نستخدم اللاصقة بالوجهين اذا اريد، او اذا اريد نستخدم الدنابيس، فهاي تبقى اختياري. يعني اللي عندها لاصقة بالوجهين تستعين بي افضل طبعا، واللي ما عندها تستخدم الدنابيس.
شوفوا حبايبي طبعا بالاول تكوها على مود تتعدل عندكم زين. بعدها راح نجيب هاي القطع مالتنا اللي المساطر اللي محضريهن خليهن بهالصورة هاي واحدة هيج هيج زين والثانية عكسها. خلي اوضح لكم اياها اكثر بنات مثل ما قاعد تشوفون طبعا انا كويتها زين. حضرت دنابيس اللي ما عندها دنابيس طبعا تستخدم اللاصقة بوجهين لان ضروري اكثر من الدنابيس. بعد هاي عندي هاي قطعة وهاي هي القطعة الثانية زين. هذا القماش الاسود كشمير اسم استخدمته اني حريم السلطان القماش المطاطة كشمير زين. راح اجي اخليه بهالصورة هاي هيج والثاني من هنا يصير بس راح اصير راح اصير وحدة معاكسة للثانية بهالصورة هاي هيج وحدة هاي ادخل هيج جوا زين. يعني بحيث تساوينها يلا تبدين تدنبسين هاي وحدة. الثانية راح تكون بهالصورة هاي شوفي انا رديت هاي تطلع لي فوق لان بيها هذا الابيض بارز هالصورة هاي. بعد تعدلينها انت من فوق بالاول وانه بتخلين القماش مالتك هيجي بهالصورة هاي بنات شوفوا. هسه هنا اقدر بعد دنبس الحفرة هم عندي طولها تمام وهنا هسه بعد اقدر ادنبس او الزق اللاصقة بالوجهين فهذا يبقى شيء اختياري. اهم شيء النص مالت الحفرة على النص من جوا. اوكي بنات هنا احنا نعدلها وتكون كلها متساوية شكل واحد يعني مثلا مو صفحة بيها 3 أصابع وصفحة 4 أصابع لا تكون كلها متساوية على مود تجي عندي الحفرة مضبوطة وتمام 100%. اسويها بلاصقة بالوجهين وارجع وياكم حبيباتي. ثبتها طبعا بلاصقة بالوجهين مثل ما قاعد تشوفون. هسه راح اجي اخيط داير مدايرة واجي اخيط هاي الصفحة اللي بالنص على مود تصير اللفة عندي تمام. طبعا سويت انا هنا بلاصقة بالوجهين على مود ما يفلت عندي راح اخيطه. بقى حبيباتي طبعا بعد ما خيطته شوفوا ثبتته من هنا بخياط على هاي الصفحة ما دقيت منها على مود هاي النقشة ما تروح لان انا مسويته بال يعني هاي النقشة ما يندق عليها كأنها مثل الاثنان. فراح اجي اطبق من النص او قبل لا اطبق شو اسوي هلا فلت هذا الخيط اجي اقص الزايد الجوي هذا الزايد الجوي راح اجي اقصه حاضرين دير باشا تقصين اللاصق وتقصين القماش وياك. العفو طبعا حركت الستان شوفوا حبيباتي صارت القصة هسه حلوة. وبعدين طبعا اجي اشيل شكو خيط عندي راح اطبق هسه هيج هالصورة هاي
حتى يساوي الاكتاف. اعدل الاباط على الاباط. شوف الحفرة مالتنا، هذا هو القياس مالتها بزيادة عندي طلع اصبع. راح اجي اقص هذا الاصبع هيك، يعني ملته من هنا قصيته مائل. اذا واضح عندكم لان شوية شي العقل لان وحدي قاعدة اصور. اجي اخذ القياس مالتي مال الكتف اللي هو 10 سنتيم، اضيف له سنتيم واحد بس. شوفوا حبايبي ساوت هسان الكتف وملته شوية زين، وخليته تقريبا 10 سنتيم. ليش؟ لان عندنا بس صفحة ربط الردن، بعد هاي صفحة باعتبار تبطنت، كل مرة احنا نعطيها 12 على مود ربطانة من هنا واصبع منها، بس هالمرة احنا سوينا الحفرة فايش راح انطي؟ راح انطي فقط سنتيم للردان. وهذا هو طبعا هنا يخلص الفيديو مالتنا. حضرت الردن، الردن حضرت لها دانتيل من هذا العريض، اشتكيت اصبعتين داير مداير الردن، والظهر طبعا هم حضرت البطانة مالته وكفيت البطانة من جوا. فهسه راح اجي مباشرة اربط والنوب اشوفكم الموديل بالشكل النهائي. ولهنا ان شاء الله فهمتوا الفيديو، واقولكم مع السلامة مؤقتا، مو هواي مؤقتا فقط، منا ما اخلص الدجاجة واشوفكم اياها الشكل النهائي مالتي حبيباتي. وخلصت الدشداشة وهذا هو الشكل النهائي. طبعا هو بلون ذهبي بس انا خليت به هذا اللون الفضي لان يبرز وياه اكثر. دائما الالوان الغامقة لا تستخدمون وياها اللون الذهبي، استخدموا وياها اللون الفضي. وهاي هي خلصت عندنا، هاي هي اللفة صارت عندي كلش حلو، صارت دشداشة ومرتبة. والردين مثل ما قلت لكم خليت بيها دانتيل ابو الاصبعتين طبعا ابو الوردة، حلو صار. هذا هو شكلها، ان شاء الله نالت اعجابكم. ولهنا انا اقلكم باي باي، وفيديو قادم ان شاء الله، وقصة جديدة ان شاء الله باذن الله اذا الله خلانا طيبين. ولا تنسون بنات اللايك والاشتراك، واي وحده تعرف مثل عندها قناه قاعده تتابعني ومفعله الدخل مالت القناه مالتها، يا ريت تساعدني وتقول لي شلون فعلتها. طبعا اذا هي كانت من العراق، لان اهم شيء تكون من العراق، ما اعرف الخطوات اللي امشي بيها، قناتي عليها مثل الحظر فما اعرف لها ابد، ما اعرف لها انا هاي سوالف اليوتيوب كلها ما اعرف لها. فيا ريت تساعدني اذا انفعل الدخل مالتها وهي من العراق. ولهنا انا اقول لكم باي باي بنات حبيباتي. خلي اجاوبكم على كم سؤال، اكو اسئله هواي دارت عن طريقه البنسات. بنات البنسات هواي مسوي لها طرق، شوفوها على ثياب اسود، عمر متوسط العمر او البنسات موجود باليوتيوب، الكفه ايضا موجوده. و بعد شنو هواي اسئله طبعا شفتها بس رديت اجاوب عليها بس نسيتها. لهنا انا اقول لكم باي باي، وهذا هو الشكل النهائي، وباي باي.